صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم. اليوم جاتكم بواحد لا فيديو اللي كتبغيو اللي كتعجبكم، تحفيزيه وفيها النشاط وفيها الحماس. كنتمنى يا ربي انها تعجبكم. المهم انا بغيت نوريكم البنات هاد الوريدات هادو، شوفوا ما شاء الله دغيا دغيا كبروا. غير هاد الصباح فتحت التيغاس ما يبانوا لي، يعني ما كانوش البارح سبحان الله تفتحوا، يعني مره واحده دغيا دغيا تفتحوا. وباقي شي واحد اخرين جايين في الطريق، هانتوما كما كتلاحظوا باقي مسدودين. شكلهم زوين بصراحه، هذا اللون في الاحمر هكا كيعطي واحد الديكور زوين وكيعطيك واحد الالوان ديال فصل الصيف. ونفس الشيء بالنسبه لهذه حتى هي لقيتها عاتاني البنات، دارت واحد لوريده ها هي في اللون الاصفر، حتى هي غادي نخليها تفتح على خاطرها. يعني كما قلت لكم البنات راه غير كيستيون دو طون، يعني غير كتبداو تسقيوهم راه تيبداو يكبروا دغيا دغيا بلا ما تحسوا بهم. لاحظتوا البنات اخر مره كنت رجعت مره اخرى لابيبينيغ وزدت من هاد ليبو، ولكن زدت في هاد اللون هذا اللي كتشوفوا هنايا بحال واحد الخضر اللي هكذا فاتح، خديت هذاك وخديت كذلك واحد اخر هي البنات هذاك اللي كتشوفوا تما، حتى هذا راه فيه واحد الوريده اللي غادي تكون من بعد في اللون الابيض. مازال مسنده يلاه غادي تفتح من بعد. ها انتم نقرب لكم اذا كانت كتبان لكم، هي هادي في البيض وصافي. هادشي اللي كاينه بالما قلت كل مره كندوز كنخطفها كشي حاجه، حتى تقريبا درت واحد المهم واحد العدد لا باس به ديال لي بو. ودرت بكلامكم البنات ها انتم اللي دورتهم على التيغاس راهم باقيين هابطين، الا هذه اللي خليتها هنا لان كيعجبني اللون ديالها، فيها هذا الموف هذا غزاله البنات عجبتني، فيها واحد الريحه زوينه خليتها هنا باش تبقى تبان ليا ونشم ديك. كثيره غادي ندير غير شويه ديال البيض للدراري ونعمر البريد ديال اتاي، وعندي الخبز ديال الدار غادي نسخنو مع الزبده والفرماج الى اخره. المهم هذا هو النعناع العبدي اللي قطعته البنات، كيجي صراحه زوين بزاف، رائع ريحته غزاله البنات، واحد الريحه زوينه. فهذا البنات راني انا كنت شريته من هذيك لابيبينيغ اللي كنت شاركت معكم، شريته غير صغير ويلاه بديت كنسقيه، بدا كيكبر البنات وكيكبر بسرعه، يعني غير الاشاره كيكبر بسرعه. هذا بالنسبه للنعناع العادي. اما النعناع العادي راني كنت زرعته معكم في الدار غير بدك الجذور ديال النعناع اللي كانوا عندي من قبل. وصافي دونك نعمر الان واحد البريد ديال اتاي، غندير لوملات ونرجع لكم. البنات اللي كيسوني دائما على هاد الطويجنات هادو ديال البيض، ها نتوما البنات راه كنديرهم مباشره فوق النار، ما كنديش نهائيا داك السوبور من تحت منهم، وما كيوقع لهم حتى شي حاجه يعني مده طويله. هما عندي دائما كندير فيهم البيض اولا ندير فيهم شي حاجه هكا صغيره مشرمله، رائعين جدا. هادو اللي كنخيتو من الفا 55 كنت قلتها لكم، وهادو بالضبط البنات اللي قلت لكم تدعوهم فوق النار، كذلك تدخلوهم للفران ديروا فيهم دي غراتان ديروا فيهم اي حاجه كينفعوا فريمون البنات، شكلهم هكذا زوين. الاشاره البنات هانتوما غتلاحظوا معايا بان هاد الطويجنات هادو ما كيلصقوش نهائيا. هانتوما يمكن لكم تقلبوا البيضه ديالكم كما بغيتوا، هانتوما شوفوا البنات فريمون ما كيلصقوش، يعني معايا درت فيهم فقط شويه ديال الزيت بلديه في الاسفل، ما درت حتى شي حاجه اخرى، اي بورطون كيبقى يعني لوميت نتاعكم كتبقى مقاده تقلبوها بحال تيديروها في الطيفال. هانتوما البنات ما كتلصقش نهائيا. صافي البنات هنا بقيت مستمره غنحيد لومليت، تما سخنت شويه ديال الخبز ديال الدار وغنحط كاع داكشي كنرافقوا به الفطور ديالنا في الصباح. صافي يعني داكشي خفيف ظريف، عندي بزاف ما يدار ان شاء الله البنات، غنديكم معايا من بعد مباشره للصالون غادي نقاد فيه بزاف ديال الحوايج، وكنحاول ما امكن هكايا نستافد من الصباح ديالي ما يمشيش خاوي، ندير فيها هكا بعض الاشياء باش نرتاح من بعد اولا نقدر نخرج بلا ما نرجع ونلقى الروينه في الدار. المهم
البنات هذا الصباح هذا غنبدا لكم غنمشيو شويه بعد من الوصفات ومن الشهيوات وغنمشيو نخملوا شويه. صراحه ماشي التخمل، انا ديجا كنت خملت الصالون من قبل، راكم عاقلين في الاول ديال يعني هذه واحد الشهر تقريبا من بعد رمضان ومن بعد ما داز داك الكونفينمون الاول، كنت جمعت كاع الصالون، جمعت كلشي كما كتلاحظوا وحطيت كلشي في واحد القنيت، ربحت بزاف ديال السباس ديالي، بقاو كيلعبوا هكايا في الصالون وداكشي. واليوم قررت انني نرجع كل حاجه لبلاصتها، واخا مسحت الغبره واخا مسحت داكشي كامل راه داز الوقت، وكنت كنحل الشراجم والطيغاس تدخل الغبره، دونك خصني نعاود نمسح من جديد. المهم شنو بغيت ندير اليوم البنات هو اني غنرجع الصالون كيف ما كان، لان ما بقى قد ما فات للدخول المدرسي ان شاء الله، غيرجعوا عاوتاني السيستيم ديال يقدر يكون عاوتاني القرايه ا ديستانس، ولكن كتكون شي لوغيزاسيون، ما كنبقاش نعسو مع الطلين، ما بقاش نجلسو بزاف في الصالون بحال اللي كنجلسو فيه هكا في الصيف. فقلت غادي نجمعو كامل ونرجع كل حاجه لبلاصتها، نسيق الارض، نمسح كذلك الزاج، وصافي هادشي اللي غادي ندير معكم اليوم ان شاء الله. بالنسبه للتيغاس راني غسلتها هذا الصباح هي الاولى، حيدتها من الطريق، عاد غادي ننقي الداخل، يعني الا خليتها مغبره اوبس البرد البنات الكوغوندير طيح هذاك الفاز تما. قلت لكم لا تيغاس الا خليتها مغبره وبديت كنضف الداخل راه شي بحال لا ما درت والو، مسحتها وغسلتها هي الاولى، ومن بعد عاد غادي نمشي لهنا الداخل. صافي هنا الارض كذلك مسحت، هذيك لابيسين ديال الدراري راني جمعته البنات، خويته وغسلته وجمعته وغادي نحطو تما، لانه مابقاوش كيعوموا به بزاف هاد الايام، ولاو تيعوموا غير شي شويه، قلت غادي نحيدو حتى هو نجمعو، غنشوف الا بغاو يعوموا فيه مره اخرى نعاود نعمرو، سينو غادي نفشو البنات ونديرو في لاباط ديالو ونخليه حتى العام الجاي ان شاء الله الا كتب. وصافي هادشي اللي كاين، وندخلو دابا البنات باش نبداو الدار. هنا البنات اول حاجه غندير هي اني غنرجع المخدات كامل لبلاصتو، نعاود ندخلهم لاوس ديالهم ونحيدهم ونحطهم في الصالون الاخر، عاد نبدا نلمط السدادر، هادو لانهم كياخذوا الوقت كوم سي نرتاح ويجوني ساهلين من بعد. المهم نحيدهم ونرجع لكم دابا. المهم البنات كما لاحظتوا هنا راني بقيت مستمره حتى كملت المخد كاملين، صراحه سخسخوني لانهم كبار بزاف فيهم تماره يعني باش تبغيو تدخلوهم، خصوصا دوك الكبار اللي مربعين، اما هاد الصغار هادو فكانوا ساهلين. المهم بقيت معاهم حتى حيدتهم كاملين من الطريق، ومن بعد مشيت مباشره باش نلمط هادوك السدادر. هنا بقيت مره اخرى مستمره، رجعت داك السدادر لبلاصتو وعاودت لمطتهم مزيان. صراحه ملي كتبغيو تحيدوهم اول مره كيجيوكم ساهلين البنات، يعني دغيا كتحيدو داك لي اوس وتحيدو داك المخاد كيجيوكم دغيا دغيا. صراحه اخر مره ما ضيعتش فيهم الوقت، ولكن ملي كتبغيو ترجعوهم هما اللي فيهم شويه تمره، يعني فريمون تيعيو، لان مزيان يكون معاك العوين، يعني الا كان معاك العوين غتقدري يعني تغلب عليهم بسرعه، ولكن الا كان الانسان بوحدو ما يقدرش يعاون شي حد، من الاحسن يعني يديرهم غير بشويه. وكما قلت لكم يعني انا ما بغيتش نبقى نستنى لان تيجي راجلي باش يعاونني اولا، هذا غادي نزيد نتعطل، فقلت هذا الصباح نحيدهم عليا من الطريق. موتيفيت في الصراحه تو سامبلومون، لقيت راسي زعما عندي لينيرجي، قلت علاش لا ما نحيدهمش عليا من الطريق. صافي هنايا غنسيق الارض كذلك بالزربه بشويه ديال الماء وجافيل وسانكروا، ونرجع هذوك لي ناب ولي دغا وداكشي كامل اللي كان في الاول غنعاود نرجعو. نقصت شي حويجات ماشي بزاف، ولكن خليت غير داكشي الاساسي. صافي البنات هنا واخيرا ساليت، رجعت كل حاجه لبلاصتها. صراحه ما رجعتش كلشي، خليت الزربيه مجموعه لان باقي شويه الحال سخون، لي غيدو ما بغيتش نديرهم، قلت خليتها يبدا فين تبرد الحال عاد نرجع الريدويات، فخليتهم هكا خاويين كيجوني سهل انني نمسحهم اولا نغسلهم هكا بالماء. وصافي رجعت لدر بلاصتهم، رجعت تلامط داك المخدات حتى وما درتهم، مسحت داك لا ديكو اللي كانت تما كامله في لوكوان عاود مسحتها وحطيتها، هذاك لي فاز تما مسحتهم، وحطيت داك لي ناب اللي عندي هكا مطرزين درتهم هكا من فوق لانهم مبردين، حيدت هذوك اللي كانوا قبل ديال لالين. وصافي هاد البو هذا حطيته هنا في كاينه هاد لابلونت هادي، حطيتها في الارض مباشره،
وصافي هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نمشي نشوف شنو غادي ندير عاوتاني. المهم تهنيت الصراحه واحد المطرقه وحيدتها عليا من هاد الصالون. تهنيت منه دابا حتى الا مشيت لشي بلاصه اولا سافرت نرجع نلقى الدنيا مقاده مع الدخول المدرسي، ما نبقاش حتى لاخر لحظه عاد جري جري جري. هذا هو اللي قلت لكم البنات رجعتو هنايا. هذا البنات اللي مطرز بالعقيق صراحه، صبن ورد كنديرو في لا ماشينه لافي، غير دابا تيكون شويه هكا يمكمش لانه كان مطوي وكان مصبن من قبل. فتقريبا كنطلقو غير نهار لا غد ليه، كيبان ليا كنلقاه كله تسرح يعني فريمون هذا عملي بزاف. وتا هذا العقيق اللي فيه ما تيوقع له حتى شي حاجه في لا ماشين، يعني صراحه صبن ورد. وكما قلت لكم غدا ان شاء الله غادي نلقاه تطلق كامل. طلقته هو هذوك لي كوان اللي تيكونوا تما الصغار في الجناب، حتى هما درتهم في البليصه ديالهم. الكوزينه غادي نحضر معكم واحد الكوكيز زوينين بزاف البنات، يمكن لكم تحضروهم فوق الشاي او القهوه للدراري الصغار هكا في الكوتي، فريمون زوينين. المهم نحيد النعناع من هنا، ما درتوش كامل هاد الفليو عفوا النعناع العبدي، درت غير داك الشويه اللي شفتو قبيله. صافي هذا غادي نخليه في الثلاجه من بعد ما نشف. والان غنبدا نحضر المقادير ديال الكوكيز لانهم فريمون ساهلين وكنصحكم انكم تجربوهم غيعجبوكم بزاف. هانتوما معايا نوريكم الان المقادير. المقادير هنا غادي نحتاج 200 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاج هنا عندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، كيبقى لكم الاختيار يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا. هنا عندي الشوكولاته السوداء، ما عنديش انا البنات رقائق ديال الشوكولاته اللي مقطعه من قبل، غادي ناخذ هنا الشوكولاته السوداء وغادي نقطعها الى قطع. عندي ساشي ديال الخميره كيماويه، ساشي ديال الفانيليا، وعندي بيضه، يعني هادو هما المكونات فقط. وغادي نضيف عليهم الزبده، واحد 100 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون بحاره المطبخ باش البنات تجينا سهله اننا نخدموها. المهم صراحه انا تعطلت شويه لان نسيت ما خرجتهاش من قبل، باقا عندي شويه قاصحه، ولكن غنحاول نخدمها بلو فوي باش تجيني هكا بحال شي بوماد. وصافي يعني هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نبدا على بركه الله. اول مرحله غادي ناخذ الزبده وغادي نخليها مزيان كيف ما قلت لكم مع السكر والساشي ديال الفانيليا. في الاول غناخذ واحد الفورشيط باش تجيني ساهله انني نخدمها، ومن بعد غادي ناخذ داك لو فوي ونبدا نحركها مزيان. هانتوما البنات هنا من بعد ما خدمت مزيان الزبده مع البيض، عفوا الزبده مع السكر والساشي ديال الفانيليا، ولات عندي بحال واحد البوماده البنات، ولات هكا معجنه. الان غادي نضيف عليها بيضه واحده وغنحرك هاد العناصر مزيان مع بعضها. من بعد غادي نضيف 200 غرام عفوا من الدقيق الابيض والساشي ديال الخميره الكيماويه. غير الاشاره بالنسبه للدقيق، انا غنستعمل ملعقه تقريبا، غادي نستعمل 8 ديال المعالق كبار من الدقيق الابيض. وصافي غادي نبقى مستمره حتى نحصل على العجينه ديال الكوكيز. البنات هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، كتجيني هكايا واحد فهمت ما كتجي رطبه بزاف هاد العجينه هادي. وهادي الكميه اللي خرجت لي انا، ما درتش كميه كثيره لان كياكلوهم الدراري يعني في ساعتهم، كيجيو مقربشين البنات ملي كيبقاو يعني من الاحسن يتكلوا في هذاك النهار اولا يومين. الا تبغوا ديروا واحد الكميه اللي كبيره وتحتفظوا بها، يمكن لكم غير دوبلو المقادير وديروها في واحد القريعه ديال الزاج وتسدوا عليهم باش يبقى لكم هكا زوين ومقربشين. الان بالنسبه للشوكولاته السوداء كما قلت لكم يمكن لكم تحضروهم بالبيبي ديال الشوكولاته اللي تكون عندكم ديجا مقطعه، ما كانش عندكم يمكن لكم تاخذوا الشوكولاته السوداء بهذا الشكل هذا وتقطعوها الى قطع وتضيفوها للخليط. الاناء اللي غادي يمشي للفران ودعت عليه واحد الورق ديال المطبخ، لو بغيتوش ديروه اولا ما كاش عندكم توفر، يمكن لكم تدهنوا الصينيه ديالكم بشويه ديال الزيت اولا شويه ديال الزبده وتدردروا عليها شويه ديال الدقيق باش الكوكيز ديالنا ما يلتصقوش. وصافي هنا عندي العجينه ديالي غادي نبدا ندير هكا كويرات. وهنا عندي واحد شويه ديال الشوكولاته البنات اللي بقات،
هادي غادي نعاود نديرها من فوق باش نعطيها هكا واحد المنيطر. الا بغيتوش يمكن لكم تخليوها لان في الداخل اصلا راها عامره بالشوكولاته كيف ما كتلاحظوا. وصافي غادي نعمر الصينيه ديالي وندخلها للفران درجه الحراره 180 لمده 10 ديال الدقائق الى 12 دقيقه على حساب كل فران وكيداير. هما راه دغيا دغيا كيطيبوا البنات. قبل ما ندخلهم الفران غادي نعاود ندير لهم غير بحال هكا البنات لان هما كينتفخوا لان فيهم الخميره بحال هكا جبلي زابلاتي غير متيكو. وندخلهم الفران درجه الحراره 180 كما قلت لكم واحد 10 الى 12 دقيقه على حسب كل فران نراقبوهم. سبحان الله هاد الايام تبدل شويه الجو ولا الريح، يعني واخا كاين الشميسه ولكن كاين شويه الريح. الحوايج كلهم طاحوا هذوك بقاو تما من البارح، غادي نمشي نجمعهم ونعاود ننشر هادو. هنا كاين البنات غير لي زور، الصراحه كلشي كيتسالى الا الصابون. انا بعدا ما كيتقاداش ديال الصابون، دوري خصني واحد لا ماشين في النهار سواء الدراري اولا لي زور اولا المهم راه ما كيساليش. وصافي هادشي اللي كاين، غنمشي نشر هاد الحوايج ونرجع. ومن بعد البنات مباشره غنرجع معكم المطبخ باش نوريكم الشكل ديال الكوكيز من بعد ما كنخرجهم من الفران. وتيكون البنات هذا هو الشكل ديال لي كوكيز من بعد ما كنخرجهم من الفران. كما لاحظتوا راهم كينتفخوا، يعني ما كيبقاوش داك الحجم الاولاني، وكيجي شكلهم هكا زوين البنات. غير وكان ما تخصكمش طيبوهم بزاف، يعني غير يبداو يتحمروا يبقى فيهم هكا واحد اللون اللي دوغي، حيدوهم من الفران لانهم دغيا دغيا كيتكرملوا. انا تقريبا درت المينوتري، خدا ليا تقريبا 13 دقيقه في الفران. كما قلت لكم الاحسن الانسان يراقبهم. وصافي هذا الشيء اللي كاين، خليهم يبردوا البنات عاد نوريكم الشكل ديالهم النهائي من الداخل. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوكيز اللي حضرت معكم، كيجيو رائعين جدا البنات ولذاذ وهشاشين. غنوريكم شي وحده من الداخل، كنصحكم انكم تجربوهم غيعجبوكم وغيعجبو وليداتكم. يمكن لكم تاخذوهم في وقت الشاي ولا وقت القهوه الكوتي للدراري، صراحه كينفعوا بزاف. ودائما اي حاجه كديروها في الدار راه كتكون احسن. صافي البنات هنا من بعد ما خذو منهم الدراري وحيده وحيده، الان غنرجعهم لهاد القريعه هادي وغادي نخليهم حتى للعشاء ان شاء الله، ونحطهم هكا مع الوقت ديال القهوه. وصافي كما قلت لكم درت واحد الكميه اللي كبيره، راه غادي يبقى لكم مده طويله، وغير وكان خصكم ديروه في شي قريعه ديال الزاج وتسدوها باحكام. الفيديو ديال اليوم كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد. لايك ديالكم والكومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد. نقول لكم الى اللقاء.